إيلون ماسك رفع قضية على شركة أوبن إي آي؟ الله، في إيه تاني؟ هو مش كان استقال من؟ سنة 2018 إيلون ماسك قال إن الذكاء الاصطناعي ممكن يكون أخطر من السلاح النووي على البشرية، وعشان كده قدم استقالته من أوبن إي آي. خلص الموضوع على كده؟ لا، فبعد 6 سنين قرر فجأة يرفع قضية على الشركة، وقال إن في 2015 لما ساعد في تأسيس برنامج شات جي بي تي ميكر كان في اتفاق بينه وبين الشركة إنه هيساهم في تأسيس شركة غير ربحية بتطور أدوات الذكاء الاصطناعي لصالح الإنسانية، وإنه هيكون مفتوح ومتاح للتعديل. وعلى الأساس ده اتبرع ماسك $44 مليون للشركة. بس ماسك اتفاجئ إن مطورين البرنامج ما نشروش الكود الخاص بأحدث نسخة منه وهي جي بي تي 4، وده اللي اعتبره ماسك تغيير في العقد، فطالب بمسح البرنامج وكمان تعويض مالي. فردت الشركة إنهم زعلانين إن أحد المؤسسين هو اللي بيعمل كده، ده غير الموظف اللي رد وقال ماسك بيعمل كده بس عشان متغاظ إنه ما بقاش معانا في الشركة. لكن الأخطر في الموضوع إن لو ماسك كسب القضية فهتكون أوبن إي آي منظمة غير ربحية، والأهم إن مايكروسوفت هتخسر ترخيصها لاستخدام شات جي بي تي 4.